اوعى السخن، اوعى السخن حبيبي. ماشي. اولى طلعات سحور رمضان 2024، فول وحيد العظيم. عارف ان لسه فاضل كام يوم على رمضان، بس لو استنينا دخول رمضان مش هنعرف نحط رجلينا في الشارع، لان عربيه فول وحيد هي اشهر عربيه فول في مصر، مشهور جدا بانواع الفول المختلفه اللي بيقدمها، ومشهور قوي بالبطاطس الجمبري بتاعته. فجيت النهارده وطلبت السحور اللي عنده كله تقريبا، وهحاول اقول لكم الاسعار بتاعت كل حاجه وهي بتنزل كده عشان ما ننساش بعد كده، لان زي ما انتم عارفين مرات الشعب اللي زي كده مبقاش فيها مينيو واسعار والحاجات دي، وطبعا الاسعار شامله كل حاجه ما تدفش على حاجه. فتعالوا بقى نشوف ايه الحلو عندهم والنص نص ولا اي كلام عشان تعرفوا السحور منهم ايه. واسعار حط كلها النهارده زي ما قلت لكم شامله كل حاجه طبعا، فغرغي كتير. يلا بينا. يلا بينا نبدا. بسم الله على طول نخش في الجد. دي تورته، ده بالتورته بكام؟ ده التورته 30 جنيه. ماشي. بيض اسكندراني كام؟ 15. عادي 15. بسطرمه سمنه، احنا طالبين كله بالسمنه، يبقى بيض اسكندراني سمنه ب 20 جنيه. ماشي. بيض بسطرمه بالسمنه 20. بيض مدحرج الواحده ب 10. مهروسه، مهروسه جبنه بابا، بيض مسلوق كل حاجه 10، كل واحده فيهم 10. ماشي. بابا غنوج 10 برضو؟ 100 100. خلاص قشطه يا باشا. نبدا بسم الله على طول. اسعار عندكم اهو عشان بصوا الدنيا يعني مكركبه كركبه سودا، فمش هيبقى في مكان في الشاشه احط لكم اسعار. نبدا بسم الله بالبيض على طول، نختفوا في السريع كده. طبعا هو ده عيش شامي، هو قال ان الفرن لسه ما فتحش، انا جاي من الفجر، المفروض بيبقى عيش بلدي، بس قشطه انا ماشي حالنا بالشامي. نبدا بالسبانيش اومليت. البيض عنده ب 15، ولو عايزه بالسمنه البلدي زي ما انا طلبته كده ب 20. بيض بالخضار طعمه حلو قوي قوي. نخش على البيض بسطرمه، ده شكله كده برده بالسمنه البلدي. الله الله، البيض بسطرمه حلو قوي وعجبني اكتر بكتير من الاسكندراني، جامد قوي. ماشي. نخش على البيض التورته، ده بيبقى بالتين اسبانيش بالخضار وبتبقى تخينه كده على شكل تورته. نخش على التورته. يا سيدي يا سيدي، التورته دي عامله ميكس ما بين الاسبانيش والبسطرمه، فيها الاثنين، فيها مكونات البيض الاسكندراني ومعاهم بسطرمه، فالاثنين ميكس مع بعض. اوه لا لا، تورته تورته فعلا مش هزار، واحلاهم ده يعني، ده اختراعات وحيد بقى. بص بقى الاختراعات هتبان اهو، حاجات اللي هم مميزين بيها. اصل اي عربيه فول كلهم بيقدموا نفس الحاجه، بس سياعه العربيات المتميزه ان هو بيعمل حاجات محدش بيعملها غيره، هو اللي مخترعها، ودي سياعه وحيد في حاجه زي البيض التورته ده، بطاطس جمبري اللي جايه كمان شويه، حاجات كده. بطاطس جمبري بصل اهو، لسه بقول لكم نحطه فين؟ مفيش في وشك مكان، نشيل الفلفل المقلي ده نحطه فين؟ نحطه مع الليمون. حط الجمبري هنا كده، اخش عليه حالا عشان اخطفه سخن. بيبقى بطاطس محمره عاديه، بس بيحط عليها من فوق بريدنج، فبيبقى عامل زي الفرايز الفريسكس بتاعه كوك دور كده، بطاطس بانيه يعني. نخش على الجمبري. واو، ناس امارات طبعا، معامله فوق اللوكس يعني، ولاد بلد بقى شعبيين اصله. بصوا يا جماعه، المطاعم الشعبيه دي ايا كان بتقدم ايه، احلى استقبال واحلى ترحاب واحلى مقابله، ولاد بلد على ابوه، غير الحاجات التانيه دي مش تبعنا. بطاطس الجمبري قصه واختراع وحوار. البريدنج اللي عليها من بره مخليها مقرمشه جدا، طعمها حلو جدا، بس نصيحه لله اوعوا تاكلوها بارده، ما تاكلش غير سخنه مولعه زي ما هي كده عشان يبان كل حاجه فيها. حلوه قوي دي، لو بردت هتجبس ومش بلاقي طعمها خالص. حلوه 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 حلوه، عايز اخدها في عبدي والله، اشيلها في التيشيرت كده، جميله. طيب نخطف سريع سريع الجبنه بالطماطم كده، ده شكلها كده بالطماطم كده، بس ايه نرفرش واجيب لك ويسكي حلال اهو. احنا الهوسه والزحمه دي ومش رمضان، انتوا فاهمين حاجه؟ انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه؟ نخطف بابا غنوج، ده شكله كده حلو قوي قوي. خش بقى على بيض المدحرج، وده بيض يمتاز ان هو خفيف قوي على المعده، بيبقى بيضه مسلوقه عاديه وبتتدحرج في السمنه، علشان احنا طبعا ما ينفعش تبقى البيضه مسلوقه عاديه كده يعني، ما يصحش. جايب لك بقى عليها من تحت فلفل الوان وزيتون وخضار وبتاع، بس اعتقد يعني الفرشه دي عشان تصوير، في العادي بيجي لك بيضه مدحرج عادي اعتقد بنسبه كبيره يعني، فاهمين اللي فيها. تحفه تحفه، طعم السمنه كمان فيها تحفه، حلو قوي. اكله كله طعم قوي قوي. اكتر حاجات اتعلمت معايا قبل ما نخش على الترابيزه اللي بعدها، بطاطس الجمبري توب، البيض التورته توبين، وبيت الحاجات التقليديه العاديه حلوه قوي قوي برضو، انما الاثنين دول براءه اختراع مش لهم غير هنا. نخش على الترابيزه اللي بعدها على طول. استنى انا نسيت المهروسه قبل ما نقلب، طب حد يفكرني يا عم. بطاطس مهروسه حلوه قوي، مهروسه محطوط معاها من فوق كمون وزيت، تحفه. المسقعه كمان نسيتها، انا في توتر رهيب يعني، الموضوع فوق خيالكم، صعب قوي الطلعات اللي في الشارع دي. مسقعه حلوه قوي برضو، محطوط معاها بطاطس تحفه. يبقى كده زي ما قلت لكم في الترابيزه الاولى، نخش على الترابيزه الثانيه. خش يا باشا، ده دوبلة سمنه
ماشي. ده بكام؟ 40. وده دبل زيتون 40. ماشي. الفندق اللي بيبقى معاه سلطات وعيش مش فول ساده، يعني بينزل معاه سلطات وعيش بس. انت جبتها المره الاولانيه ماشي. طبق فول ده طبق فول بينزل مع السلطات، كل طبق فول بينزل مع السلطات بتاعته بس. ماشي قشطه حبيب قلبي. ماشي يا قمر. ماشي، يبقى دبل سمنه 40، دبل زيت زيتون 40، دبل اسكندراني 35، زيت حار عادي مش دبل 25. اوكي، العادي منهم بقى بكام؟ طبق عادي اللي هو الاصغر ده اللي هو زي الحجم ده بس في الزيت زيتون 35، وفي السمنه 35. 35 اسكندراني 35. ده الدبل. ايوه الدبل اسكندراني 35، الاصغر ينزل 5 والحار 25 والدبل ب 30 صح كده؟ زود 5. قشطه حبيب قلبي. طب ده بكام قلنا؟ تجينا السجق 45 ولا هي 40؟ حبيب قلبي. والعشر البلدي وصل اهو، الفول وصل اهو، مسمار المعده. نبدا باول حاجه البيزك، الدماغ، التكييفه، الفول الحار. ده شكل الفول الحار كده، نقلب بقى كله ببعضه. طبعا متروس زيت حار، متروس. والعشر البلدي الجميل بتاعنا وصل اهو. ده الطبق اللي ما قدرتش اخليهم يشيلوه من قدامي الصراحه. نبدا بقى بسم الله كده بالحار. في العشر مفقع الجميل بتاعنا. احمد ممكن ويسكي؟ خش في الحار بقى. واستاذنك يا احمد، عايز طبق بصل. طبعا ده غيبوبه زيت، غيبوبه بمعنى الكلمه مش هزار. طبق متروس زيت من كل حته، هو طبق زيت بالفول مش فول بالزيت. يا لهوي، معاه طحينه، طعمه حلو، حلاوه رهيب 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 رهيب. فول عنده دولي حلو قوي قوي. نخش تاني كده، خش هتجيبك عصره ليمون، بصل الاخضر الجميل، ويسكي، وعايزين بقى مفيش بصل احمر. ماشي، بيقطع البصل الاحمر اهو، الويسكي وصل اهو عشان ايه نمزمز. الله، الفول عنده دسم جدا، الفوله تقيله قوي، مخدومه قوي، فوله شمعه منوره حلوه قوي قوي قوي. جميل. نخش بقى على الفول الاسكندراني. ده فول دبل اسكندراني، ده شكله بعد التقليب كده، فلفل مغريني قوي. البصل ده انا مستنيه من بدري قوي. انت كبير قوي والله، انت حبيب قلبي. بصل الترشات وصل اهو، قلت لك عليه الدقه الجميله بتاعته. الله الله الله، انا مستوي يا اخي. فول اسكندراني، فول اسكندراني ده حرش حرشانه رهيبه، كانك بتاكل طاجن لحمه بالبصل مثلا. طحينه، طماطم، بصل، زيتون، فلفل حامي، حوار حوار مع زيت عادي مش زيت حار. توب التوب، حلو قوي برضو قوي. نخش بقى على الدبل زيت زيتون، ده شكله كده. نخش على الدبل زيت زيتون. انا كنت فاكر حاجه بقى غلط، كنت فاكر ان الدبل زيت زيتون والدبل سمنه ده بيحط لك دبل كميه السمنه ودبل كميه الزيت زيتون. طلع لا، طلع ده حجم الفول نفسه. برضو يابا اللي عايش ما يشوف وياما يتعلم. نخش على الدبل زيت زيتون اللي هو الحجم الكبير يعني. رهيب، السهل الممتنع. حبه فول حلوه جدا، معلش معلش، كميه الزيت زيتون اللي معاه مضاعفه برضو عشان حجمه كبير. طعمه في السيمبل الرايق قوي، لو بتحبوا الزيت زيتون هتهيصوا بيه جدا جدا جدا. وحته فول عنده وحيد مخدومه وجامده قوي الصراحه، قوي قوي يعني. الفول بتاعه رهيب، واعتقد هو ما بيعملش طعميه عشان يفضل مميز في اللي هو بيعمله جامد قوي. هو الفول جامد قوي، والبطاطس الجمبري اللي محدش بيعملها غيره دي، فهو مركز، فهو شاطر في ايه، جدع وذكي جدا. بصوا بقى طبق الترنشات ده، يا اخي والله عشق يا اخي عشق. طيب نشيل ده ونخش على الدبل سمنه. وقبل ما اخش عليه، ده اكتر طبق فول بحبه هنا. بوم، ده شكله كده. خش على الدبل سمنه. يا لهوي، والله العظيم والله العظيم كمان مره، احلى طبق فول في مصر. يا لهوي على كميه السمنه اللي فيه، الميكس بتاعه. بصوا بقى كل الفول ده حماده، والطبق ده في حته تانيه خالص، في حته تانيه خالص. لا 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 لا. قطع بقى ايه ترانشات البصل كده كده. وطبعا انا لو مش تصوير ومش بلم الدنيا ما كنتش اشتريت الترابيزه الاولى، كنت خليتها معايا برضو. بس لو حد قال لي طب كنت خليتها، كنت هوسع الكادر وكان الاكل مش هيبقى باين خالص. فانا بعمل التصوير دلوقتي، لو انا اللي جاي اكل مش اشتري الترابيزه الاولى، اخليها جنب كده ونقنق من كل اللي كان فيها مع الاكل. شويه فلفل بقى، عيش بلدي جميل. اقفش كده، اقفش اقفش، قرن فلفل عظمه العظمه. كل بلاد الدنيا جميله، لكن اجمل من بلدي لا. مفيش طبق الفول ده في حته في العالم، مفيش. شويه بقى ايه ليمون، عصره ليمون صغيره. حوار وقصه وحدوته وفيلم هندي. نخش بقى على حاجه اول مره اجربها عنده بجد، طاجن الفول بالسجق وطاجن الفول بالليه. نبدا بالسجق، ده شكله كده. وطبعا للامانه انتوا عارفين ان انا معاكم دغري ولوكس، ده مش اختراع وحيد، ده اختراع مين؟ عم سعد الحرامي، هو اللي بيعمل التواجد دي في الفول. فهنشوف بقى وحيد عامله جامد زي سعد ولا مازال سعد متربع على القصص دي، هيبان دلوقتي، لان انا بجد ما جربتوش قبل كده الصراحه. قطع سجق حلوه كبيره كده،
حلو قوي، صايع والله العظيم، صايع صايع وحيد، صنايع فوق جامد جدا برضو، ولا يقل حلاوه عن سعد الحرامي الصراحه، حلو قوي قوي. مع القول والاشاده بان سعد الحرامي هو ملك طواجن الفول في مصر الصراحه، يعني واحد بيعمل طاجنين راجل عنده منيو كامل، فكطواجن افتكاسات فول سعد في حته تانية. حلو قوي قوي السجق ده برضو، قوي 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 قوي. نخش على الفول بالليه، ده شكله كده، ده بقى هيقتلنا، ريحه الخروف طالعه على مناخيري. الليه الضاني يابا، خش يا بيه خش وربنا يستر. كل اللي فات قمر وحلو جدا لحد طبق الفول بالليه ده، والناس هينقسم نصين، اللي بيحبوا الضاني وطعم الضاني وريحه الضاني هيهيصوا بيه، واللي ما لهوش في الليله دي يا فكيك. فهو حلو جدا ومعمول حلو جدا، انما انك تحب او ما تحبوش ده راجع لذوقك الشخصي فقط. نلم بقى الترابيزه للاسف واقول لكم الخلاصه، خلاويص خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. الحاجات اللي ما ينفعش تفوتوها خالص من عند الفول الوحيد العظيم، الفول دوبل سمنه، ده لازم وضروري واول حاجه في الليسته، ما ينفعش خالص خالص تفوتوها، لانه بجد في حته 700 خالص. وانا بالنسبه لي كفول هو احلى طبق فول في مصر كلها. بطاطس الجمبري حلوه قوي، بس تاكلوها سخنه وهي لسه نازله، تحفه تحفه، عملها حلو جدا. وتورته البيض اللي هو بيبقى سبانيش اومليت بالبسطرمه، تحفه حلو جدا. ودول الثلاث حاجات اللي فول الوحيد متميز بيهم، هو اللي بيعمله مخترع تريد مارك كده باسمه. بقيه الحاجات كلها بقى اللي هي البيزكس العاديه حلوه جدا برضو، بس موجوده عند كل الناس. فعلشان كده بقول لكم اللي ما يتفوتش عند وحيد هم الثلاث حاجات دول اللي هو بيعملهم براءه اختراع باسمه. ودي كده خلاصه الخلاصه، بس كده هي كده طلعت الاسبوع ده. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش تلاقي القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيكم كل حاجه نزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله، في اسبوع جديد وطلعه جديده. اشوفكم على خير، يلا سلام. انت تيجي من اسيوط مخصوص عشان انا؟ لا مش مخصوص، باجي اول ما اول حاجه باجي هنا. تعرف انا اصلا اسمي ايه؟ اسم عيلتي الاسيوطي، احنا من اسيوط اصلا. حبيب قلبي. حبيب قلبي يا غالي. ده يبقى الواجب عندنا احنا بقى. يا باشا تسلم والله، ده يعني انا اتشرفت بيك قوي. بتيجي من اسيوط عشان تكون عند وحيد؟ لا والله. انت عند وحيد، انا بالنسبه لي وحيد واتجاهات ثانيه بعد وحيد في الحكم. جامد قوي الصراحه. والله. انا اتشرفت بيك قوي، اسمك كريم ايه؟ انا اسمي نبيل. نبيل، حبيبي عم نبيل. ايوه يا باشا، الاسيوطي في كل حته يا باشا، مسيطرين. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. مشهور يعني؟ يعني على قد. مشهور؟ على قد. عندك سناب؟ لا سناب لا. ويوتيوب؟ المصريين كلهم يوتيوب. مظبوط مظبوط. اسمك ايش؟ الوحش الاكيل كيكو الاسيوطي. لحظه، انا حسابي مفتوح يطبعوا ربع مليون. قل اسمك. كيكو الاسيوطي. لا انت تكلم عن نفسك، انا لانه ما طلعت. اوكي، اهلا وسهلا، انا كيكو الاسيوطي الوحش الاكيل، هتلاقوا قناتي على اليوتيوب، اتشرف بمتابعتكم، شرفت مصر. اهلا وسهلا. حلو ولا لا؟ حلو قوي 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 قوي. بتعطينا خيار ثاني ولا بس هذا الخيار احلى شيء؟ لا الفول جميل جدا عنده، هتتبسطوا قوي قوي. وايش غيره؟ بطاطس جمبري لازم. بطاطس جمبري اختراعت وحيد. استني استني، وحاجة اسمها تورتة بيض. تورتة بيض؟ ده ريكومنديشنز بقى. اوكي، هاخد الفول اللي زيك ما شاء الله بالعافية. اسكندراني ده جميل. ها؟ اسكندراني ده جميل. تحب السمنة؟ ايوه طبعا. السمنة البلدي؟ قولي له هات واحد سمنة، دبل سمنة، هتهيصي. هتهيصي. ماشي. اهلا وسهلا، نورت مصر. السياح عند وحيد يابا، الأجانب وصلوا عند وحيد. طيب بس لك يا وحش. قولي. رحت الصبح الكابل، ورحت ال ايش اسمه؟ اللي بالإمبابة. البرنس؟ لا. رحت البرنس من زمان، ورحت الربيع. الربيع؟ ايه. طبعا. أسطورة. ورحت جوجة. حجوجة. حجوجة. جوجة. ويقولوا عنه في بيبو حلو. بيبو؟ طواجن بيبو طبعا، ده علامة من علامات مصر طبعا. 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 ايش كمان أحلى طواجن في مصر؟ بيبو. طبعا. بناتي كل بيبو أحلى شيء. بعده لا لا، تعالي العشاء، تعالي تعالي. لا لا مش عايزين ذبح ولا حاجة. لا لا من غير موت. ما أحب الهاي كلاس، ما أحب. ولا إحنا نحب الهاي كلاس، أنا أحب الهاكات الشعبي. أحب الشعبي. أنا أصلا مني عايشة، أنا سعودية بس عايشة في لندن. أنت كده دوست الكبار تقريبا كلهم. لفيتهم كل ال ال كل أفق. رحت نعمة فلافل أحبه. جميل طبعا. طب إيش فلافل ثانية أحبها؟ هو يوتيوبر حق أكل. فلافل حلوة. سعد الحرامي. رحتوا؟ لا لازم لازم. الصبح مفتوح. الصبح مفتوح. روحي بقى جربي التواجن هناك، عنده طاجن فول بالقشطه، يا نهار اسوح، بالقشطه البلدي، يا لهوي. بيبو سعد الحرامي لازم، عشان اخلص لازم تروحي لسعد الحرامي، قولي له كيكو الاسيوطي بيسلم عليك. احنا كل المطاعم الشعبيه. انتوا نورتونا والله، دخلنا كل المطاعم الشعبيه والله، نورتونا نورتونا جدا. قمر امك قمر، ربنا يخليك، تسلمي ما شاء الله.
امي الله يحفظك يا اخي. يعني مش قوي. تديني كم سنه؟ تديني كم سنه؟ اخر 20. لا 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 اكبر شوي. 35. ما شاء الله. وانت اللي معاه زوجته فين يا حبيبتي؟ لا زوجتي مع الاطفال نايمين بقى. ما الدنيا متاخر دلوقتي. طبعا طبعا طبعا. يلا بالعافيه عليك. ربنا يخليكي، نورتي. ناس جميله قوي قوي يا اخي. شوف يا اخي، انا عملت مطاعم مصر كلها. لما يجي حد يسالني على مطاعم اكل عطل من كتر ما انا عملت مطاعم اعطل، ما اعرفش افكر. يعني اقعد اتنح كده مش عارف ارد اقول ايه اللي جامد، ايه اللي حلو، ايه اللي ريكومنديشن، بعطل خالص. طب اقول له احنا عاملين شغل جامد في السياحه في مصر، صح ولا مش صح؟ انا قصدي حبيب قلبي يا غالي، حبيب قلبي، حبيب قلبي، شرفت بيك والله. الف سلامه يا غالي، حبيب قلبي. ناس جميله يا اخي.